بديت تجميع المقتنيات الإسلامية والمستشرقين. هاي هواية من صغري يعني كانت تثيرني يعني بهالمعنى. فلما صارت عندي الإمكانية إني أجمعها وأبتدي وقدرت أشتري يعني. كنت ألف أماكن كثيرة في العالم لأحصل على أفضل سعر، أستفيد من خبرات الناس، يعلموني كيف الصح من الغلط، لأن تعرفين أمور التزوير كثيرة. في مقتنيات يا متقولين يعني ما تقولين أو لوحات تتكلم إذا ما نطلع عن الحضارة الإسلامية أيامها، لأن أثارت الغرب فاهتموا، فكان بالنسبة لي شيء جميل أن نشوفها ونحصل عليها ونسترجعها وبهالمعنى. وبعدين دخلنا في المقتنيات الإسلامية بعد اللوحات والمستشرقين. المقتنيات الإسلامية صراحة جميلة جدا يعني، ما في إنسان ما شافها لم يعجب فيها، من خط ومن زخارف ومن نوع القماش اللي اختاروه، كانوا يبدعون في الأعمال. الديناصورات أيضا لهم نوعيات وجودة ونسبة العظام الأصلية اللي فيه، يعني في بعضهم مثلا اللي في دبي 90% تقريبا، هذا كامل يعني. اللي شفتوه عندي معروض هذا تيركس، هذا نادر، هذا تقريبا 60% العظام الأصلية. دخلنا في المجال هذا وصلنا ما أدري كويسين فيه، وثلاثة يمكن أو أربعة في العالم اللي يتعاملون في الديناصورات، نحن واحد منهم. لما الحمد لله شفنا الاقبال كويس، فكثير كانوا يسألونا ليش ما دخلتوا في عالم المودرن ارت. فاخذت بيت ثاني جنبي ليكون العرض المودرن ارت اللي هو الفن الحديث، بس بشكل تقريبا شهري نغير المعرض، نختار الفنانين المرموقين في المجتمع المعروفين المقيمين، نفضل المقيمين طبعا، لان الفن ما له هوية وما له جنسية على فكرة يعني. الفن